بيروت جاردنز بروجكت بآخر مراحل الفينيشينج، موقعه بأهم نقطة بوسط بيروت كاشف عفيو البحر والمرفأ. مكون من 3 أقسام، محلات تجارية، مكاتب وشقق سكنية. 4 بلوكس، 2 للمكاتب مع مدخل مستقل و2 للشوبس والأبارتمنت. مساحات الشقق بتتراوح بين 180 و450 متر مربع سامبلكس وبين 275 و435 متر مربع دوبلكس. عدد الشقق الأفيلابل للبيع 26، أما المحلات التجارية 9، بالإضافة لأربع أندرغراوند فلورز للباركينج والستورج روم. مواصفات العمار على مستوى عالي ومودرن ديزاين بالخارج. أما بالداخل رخام أوروبي وباركي ماسيف، شوفاج وسنترال أي سي، خدمات عديدة مأمنة بالمشروع، سويمينج بول، جيم، سيكوريتي 24/24 وأربع برايفت جنريتورز. بيروت جاردنز هاي اند بروجكت بجيتد كوميونيتي بمنطقة استراتيجية قريبة من أهم المراكز التجارية بالمدينة، والتسليم بأول 2018. رادار أكبر بروجكت under construction بشمال لبنان خاص للسكن والسياحة، بيمتد على مساحة أرض 720 ألف متر مربع وموقعه بطربل قريب من مدينة طرابلس. gated community وسيكوريتي عالية، بالإضافة لمساحات خضراء، أوتيل، مول، أوتدور ثياتر وخدمات رياضية وترفيهية. مصممة الفيلل بالمشروع من حجر وأرميد وبرايفت جاردن تابعة لكل فيلا. مساحات الفيلا المتعددة من 212 ل 589 متر مربع، مع جاردنز من 550 ل 2000 متر مربع. بروجكت سكني وسياحي معمر بمعايير عالمية، وبيجمع بين المودرن لايف ستايل والهندسة اللبنانية التقليدية. الميرادار بروجكت ضخم وآمن بمنطقة هادية، مأمن فيه جميع الخدمات بمساحات فيلا مختلفة. أما التسليم بآخر 2018. لوكجري دوبلكس للبيع بمونتي فيردي، تحديدا ستريت نمبر 2، منطقة آمنة وفخمة بمحيط كله خضار وفيو 360 درجة. بناية هاي اند بآخر مراحل الفينيشينج. مؤلفة البناية من 4 طوابق. للبيع سامبلكس 200 متر مربع ودوبلكس 600 متر مربع، مؤلف من روف 400 وطابق سامبلكس 200. إمكانية فصلهم ليكونوا شقتين منفصلين ومستقلين أو دوبلكس واحد مساحته 600 متر مربع. دوبلكس ضمنه تيراس 130 متر مربع مع تجهيز لسويمينج بول كاشف عفيو من الجبل للبحر، ومؤلف من 3 ماستر بدرومز مع صالونات وكيتشن مستقل. أما السامبلكس 200 متر مربع مع 3 بدرومز وحدة ماستر، هاي أند فينيشينج بالداخل والكيتشن حسب الطلب. بناية فخمة بمنطقة المونتي فيردي بشارع سكني كله فيلال، بتطلع فيو بحر وجبل. دوبلكس 600 متر مربع للبيع، ممكن فصله لشقتين مستقلين تابع له كاف وباركينج. سامبلكس 495 ألف دولار ودوبلكس 890 ألف دولار.